السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب ليمانومات. شرف هذا الفيديو كيفاش رجعوا القناة في حال نسينا المود باس نتاع القناة. كاين الناس نسوا المود باس ما عرفوش كيفاش يرجعوا القناة نتاعهم. طريقة سهلة جدا بدون أي مشكلة. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. دخول إلى جوجل كروم سواء كنت بالهاتف أو بالحاسوب. هنايا واش نديرو؟ نديرو يوتيوب. هذه طريقة خاوتي باش يكون فيديو واضح. أو جوجل، اكتب جوجل بهذه الطريقة دقيقة واحدة. ديروا التسجيل بهذه الطريقة. هنايا واش دير؟ اكتب جيميل نتاع القناة. جيميل تاع القناة هذا هو الجيميل خاصة بالقناة تاعي. ونديروا التالي بهذه الطريقة. هنايا خاوتي يقول لك اعطيني المود باس نتاع الجيميل خاصة بك. مثال نسيت المود باس نتاع القناة، انا واش ندير؟ ندير هل نسيت كلمة المرور؟ نعم ما نسيت كلمة المرور. ومن بعد هنا واش يقول لك؟ يقول لك تأكيد رقم الهاتف، معناها نيميرو تليفون اللي درتو في جيميل تاع استرسال الحساب. نختار الدولة طبيعة الحال الجزائر، نحوسو على الجزائر. ومن بعد نكتب رقم الهاتف ومن بعد نديرو التالي. هنا واش يقول لك؟ يقول لك دوك يجيك شعار على الهاتف تطير صلاحيات خاوتي. ندخلو هنايا نديرو نعم على الهاتف. نيميرو 82 بهذه الطريقة. هنايا نديرو إلا كنت دير إضافة استرسال حساب في جيميل آخر. مثال عندي جيميل تاع القناة وعندي جيميل خداخو تاع استرداد الحساب. في حالة نسيت المود باس ولا نسيت الجيميل رجعوا بالجيميل الثاني. هذه تكون على بالكم خاوتي. ومن بعد هنا واش يقول لك؟ يقول لك إدخال رمز على جيميل. بعثونا الرمز ومن بعد نديرو التالي. هنايا واش دير؟ الا حبيت دير المتابعة مباشرة ولا تغيير كلمة السر. نديرو تغيير كلمة المرور او السر. هنايا انشاء كلمة المرور الجديدة. ندير كلمة المرور الجديدة خاوتي. هذه تكون على بالكم. نعاود ندير مود باس. نعاود نكرر المود باس. ومن بعد ندير الحفظ. فتح القناة. تم المتابعة على قناة مدونة حبيب للمعلومات. نضغط على اليوتيوب. اوتي. تم استرجاع قناتي مدونة حبيب للمعلومات. ندخل الى استديو اليوتيوب بدون اي مشاكل. ها هي مدونة حبيب للمعلومات استديو اليوتيوب. عندي 33,000 مشترك. بارك الله فيكم جزاكم الله خير على دعمكم وعلى الثقة اللي درتونا فينا. بارك الله فيكم. هذه الطريقة استرجاع قناتك بعد ان نسيت كلمة المرور. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.